السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عبد الله البركاني، متابعين قناة أحباب عبد الله البركاني، مرحبا بكم. واليوم جينا للشيهة ديال المنزل، جينا باش نفوتوا هنايا النهار ديالنا كامل، وغادي إن شاء الله نديروا واحد الغداء إن شاء الله بالبطاطا والزيتون والكفتة ديال الله داند مع الرز. خوتي خواتاتي، كما قلت لكم في بداية الفيديو، هذا النهار غادي إن شاء الله نديروا واحد الأكلة، أكلة خفيفة ظريفة إن شاء الله. غادي نديرو فيها البطاطا، وغادي نديرو الفلفل هذا الأحمر، الفلفل الأخضر ها هي، والطوماطيش، القصبر، البصلة، الزيتون، الروز، وجبنا واحد 2000 فرق ديال الكفتة ديال لادان. إن شاء الله غادي تكون هاد الأكلة أكلة خفيفة وصافي، ونتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. خوتي خواتاتي، بسم الله، نبداو على بركة الله. الأول غادي نطحنو واحد البصلة، وبالنسبة للقصبر ها هو غادي ندقو، غادي نديرو مع الكفتة، بوسط الكفتة غادي نديرو باش نفيق ديك النكهة. وماطيشة غادي نقطعوها حتى هي في آخر مرحلة، غادي نقطعو وحدة نديروها للتزيين، وحده غادي نطحنوها مع البصله على حسب التغميره. الماكله ديال اليوم استعملت فيها الطوماطيش، والكفته غادي ندير فيها الرز، ندير فيها الرز وشويه ديال العطريه، سكنجبير وخرقوم، فلفله حمراء، فلفله كحلا، شويه ملح، وان شاء الله هذه الاكله البسيطه تعجبكم. ومرحبا دائما بالجميع، لا تنسوش الاعجاب وبارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي، ونوعدكم دائما جبتكم جديد. وتحياتي لكم، حفظكم الله. نسينا الموس، ايوا ما سلكتنا غير هاد الحجرة، هاد الحجرة دايرة كلاظام، درنا بحال العصر الحجري، وراها تقص يعني ها هي، يعني كتقص القصبر، قصيت بها حتى البطاطا، والله إلا جابتو كاين الموس. شوف تبارك الله، والله العظيم إلا غير بها قطعت البطاطا. ايوا راني نكمل هاد الوصفة ديال اليوم، نسينا الموس، ما عندنا ما غادي ندير. انا فكرت هاد الفكره ديال الحجره، دورت لقيت هاد الحجره دايره بحال طلالام قاطعه، عاد على الموس لا قاطعه. وراني غسلتها مزيان بالماء وأومو شللتها، عاد باش راني نستعملها، ما فيهاش قطره بقى. المهم هي البصلة ديال التغميرة هي، وجدتها هي واحد مطيشة، والبطاطا هي، الزيتون ها هو، الرز ها هو. إن شاء الله غادي نكمل معاكم هاد الوصفة إن شاء الله، ونتمنى تنال الإعجاب ديالكم. الكانون ها هو كوك موجود، إوا تعجبنا الخارجات هكا في الجبال، نبغيو نفوتو نهارنا واحد يحيد شوية القلب. معنا حتى الاخير الفيديو ان شاء الله، نشارك معكم هذا الطبق ديال اليوم، الطبق البسيط، وتحيه لكم. صافي راني وجدت المقله هذه، قال لهم غادي نطيبو غير في المقله، هو نور بين دارنا النار، صافي نحط المقله، صافي ما خص النار تنقص شويه كاع، ما تصوتش دركا نوردان باش ايه هكا. المهم ها هي الدغميره، غادي واحد شويه بحال اللي تقله، وغادي نمشي ندير الكفته مع الروز ومع العطريه ديالها وشويه ملح، ونولي باش نصب هاد الطاجين في المقله. اليوم الطاجين ديال المقله، هذا كلشي نجيبو تما، انا
لا قال لك اللي دقات نحرق لك عبد الله بعيدها شويه وا غادي نحيد نحرق شي حاجه هكا ما تشك الترون كل شيء ها هو ها القصبر اللي دبيته بالحجره كل شيء نقي ها الرز هل كفتها جبناها في الميكا ما بغيناش باش نحيدو الميكا ندير واحد الشيء انا هنايا باش ما تطيحش النار الجديدة هيا عندي صافي كاينة الملح المهم ندير واحد الشيء ملح في هذه الكفته ديالنا ما تكثرش الملح غادي ندير حتى في البطاطا ندير واحد الشيء العطور فيه كل شيء واحد الشيء كمون الكفته لحقاش الكفته تبغي الكمون ضروري واحد شي قصبر شي قصبر في الكفته صافي غادي نخلطو مزيان هاد باش نديرو الكروت غادي نديرو معاه الرز نخلطو مزيان هاد الكفته ديالنا مع هاد الرز ومن بعد غادي نديرهم كرات وغادي نستفو الكفته نستفو الكفته في المقله وغادي نديرو معها البطاطا ودوك الفلفلات هادوك غادي نشويهم بالتزيين ها الكفته كي جات مع الرز ديالنا صافي غادي نديرو البطاطا نديرو شي بطاطا هكا نديرو الكفتة بقينا واحد جوج حبات بطاطا غادي نديرو هاد القصبر ديالنا اللي كنا قطعناه غادي ندير واحد شويه العطور على حسب البطاطا فيه كل شيء هاد العطور فيه سكنجبير فيه الخرقوم الصفر فيه فيه الفلفله الكحله فيه التحميره المهم غادي نديرو الزيتون الزيتون راه مغسول على حقو طريقو وغادي نديرو واحد شويه ديال الماء الرويوه لحقاش المقلاة تشرب ونخليوه يطيب على نار ناقصة حتى يوجد ان شاء الله بالنسبه لهاد الفلفلات هادو غادي نشويهم نرافقهم معاه الطوماطيشة غادي نقطعها نديرها ندير بها سميتو بطاطا هي البنه ديالها ندير بها التزيين الطبق نجيب الماء غادي ندير واحد شويه ماء ضروري على حسب داك الرز والبطاطا صافي صافي وغادي نغطيو عليها بهاد راه نقيه حتى توجد ان شاء الله ونقدموها بالصحه والراحه غادي نديرو مطيشه لان مطيشه في الصفر
لاخر مرحله راني درتها شويه باش تطيب البطاطا. صافي غادي نغطي عليها نخليها تدوب ديك المطيشة واحد الشويه ايوا نقدموها بالصحة والراحة ان شاء الله. ان شاء الله قريب غادي توجد الطاجين، قريب يوجد الطاجين. راني نشوي غير واحد الفلفلة باش نرافقها معاه. خوتي خواتاتي، من هذا المنبر نوجه لكم ألف تحية وسلام جميع المتتبعين من داخل الوطن وخارج الوطن ومن كل الدول العربية الشقيقة، وحفظكم الله وبارك الله فيكم. وها الطاجين ديالنا قريب، ها هو ما بقى له والو، مع نقصنا النار برك ما خديناش النار بزاف على ما يوجد. ان شاء الله نقدموه بالصحة والراحة ان شاء الله. خوت الخواتات صافي راها وجدت، راها وجدت دركي غادي ان شاء الله نحطوها باش نتغداو ونقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بالجميع في قناة عبد الله البركاني. المهم هذه هي الوصفة ديال اليوم، أكلة متواضعة بسيطة، نتمنى إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تجربوها تنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. جبنا الخبز ها هو. المهم دائما الجديد في قناة عبد الله البركاني، ونقول لكم بالصحة والراحة وشهية طيبة، وتحياتي وسلامي لكم ولجميع المتتبعين من داخل الوطن وخارج الوطن. وتمنظروا معنا في الطبيعة الخلابة من هنايا بهاد الجهة، دائما نبغي ندير الأكولات هكا في الجبال باش نشارك معكم الأجواء ديال الجبال ديال بني زناسي من هاد الجهة هكا، أهل وكوت المنزل هاد الجهة تعجب ليا دائما، نبغي نجي نفوت فيها هكا الصباح ولا العشية ولا مرة مرة هكا. إيوا حنا نبغيو نشاركو معكم هاد الأكولات المتواضعة ديال ناس بني زناسي. ومرحبا دائما، حفظكم الله وبارك الله فيكم.
Thank you.